يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ساب النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته هل تقبل توبته واعتذاره مع أن صاحب الحق وهو الرسول عليه الصلاة والسلام قد مات؟ ما هو الراجح في هذه المسألة؟ الحق في هذا لله ولرسوله وللمسلمين، هو خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم، ولا بد من قتله حتى ولو تاب، فنحن نجري عليه الحكم في الظاهر، وأما فيما بينه وبين الله فإن كانت توبته صحيحة فأمره إلى الله عز وجل، أما نحن فننفذ فيه الحكم الشرعي. نعم.